لم يمنع سوء الأحوال الجوية التي غطت ملعب الدرة من ظهور الحماس والرغبة لدى الهلال والشباب من أجل خطف بطاقة التأهل للدور النصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. بداية زرقاء مع أولى دقائق اللقاء، تسديدة من سالم وثنائية من ناصر وياسر، والنتيجة لم ينجح أحد، والليوث يسعون لاقتناص مرمى سديري دون أن تهتز الشباك. الغائب الحاضر يرسم تكتيكا لهدف أزرق لم يكتمل، والفرج يختار الصناعة بدلا من التهديف، ولكن الدوسري يفشل في ترجمة الكرة نحو المرمى. وإن لم تسجل فكن مستعدا لاستقبال الأهداف، ولكن على الطريقة البرازيلية، وتحديدا من الليث رافينيا. فأول لصالح الشباب رافينيا يسجل في الدقيقة 25، كرة مع فرحة شبابية، رافينيا يسجل بالكعب بعد عدد من المحاولات الهلالية لإبعاد الكرة من منطقة الجزاء. كرة كانت في منتصف منطقة الجزاء من الركلة الركنية ووصلت إلى رافينيا ليضع كرة بالكعب كأنه يرد على هدف كان كفيلا لنقل الفريق الشبابي للخطوة قبل الأخيرة للنهائي الأغلى. فهد، ايش اللي خلى الشباب يكسب اليوم؟ والله شوف، خليني قبل ما أتكلم عن المباراة أني أشيد بطاقم التحكيم اللي اليوم يعني اللي قاد المباراة، خاصة الهذلول. أنا أعتقد أن اليوم قدم أحلى مباراة لحكم سعود اليوم بين فريقين قويين. يعطيكم العافية، بيض الله وجيههم. كان التحكيم اليوم 10/10، لام يعني، وكان التفاهم واضح بين الحكم والمساعدين، واعتقد انه نجح في قياده هذه المباراه الى بر السلام. ارجع للمباراه واقول انه من الواضح ان الشباب لديه خبره يتمرس في مثل هذه المسابقه، واعتقد ان الروح والاعداد والتاهيل في هذه المباراه كانت سمات فريق الشباب من البدايه. واعتقد في لقطه في نهايه المباراه وضحت كيف رئيس النادي والجهاز الاداري كيف كانوا مجتمعين باللاعبين، هذا ما يدل أن الاستعداد والتأهيل في مثل هذه المباراة واحترام الفريق المقابل كانت أساسيات قبل ما تكون داخل الملعب الأمور الفنية. أعود للمباراة وأقول أحسن المدرب الشباب في التعامل، الكل كان خايف أنه يلعب بالمرشدي على الظهير الأيسر كما لعبه في المباراة السابقة، كان هناك تكتيك مغاير أحسن فيها، كان واضح من الروح والحماس. لو كان هناك تفاعل من بداية المباراة خاصة الشوط الأول، تفاعل في الأداء الهجومي للمحياني، كان أعتقد تغيرت مجرى المباراة كثيرة. لكن الشباب تمركز الكثير في منطقة الوسط وسيطرته حتى على مجرى المباراة طوال الشوط الأول كان واضح وساعد على ارتقائه في مستوى المباراة ودخول معظم عناصره إلى جو المباراة. ما ساعد الشباب بالإظهار بهذا المظهر خاصة الشوط الأول هو أنا أعتقد تكتيك سامي الجابر. لم يوفق سامي، وأعتقد أنه لعب بنفس طريقة المباراة الأولى بالدور الأول عندما أخطأ دفاع الشباب وكان يلعب متراجعا في نص ملعبه واعتمد على الهجمات المرتدة وعلى أخطاء الفريق. اليوم ما شفنا أخطاء من فريق الشباب خاصة في منطقة وسطه. في المقابل لم يوفق سامي في ظل أنك تلعب أمام هذه الجماهير الحاضرة، أمام أنك تكون هذه بطولتك الأخيرة في الموسم وعليك ضغوطات، أنك أنت المفروض اللي تبادر في هذه المباراة وتكون في حالة ضغط على الشباب ولا تعطيه متنفس. ولا ننسى أن الشباب كان خارج من المباراة مهزوم من العروبة، كان لها تأثير في بداية المباراة قد تؤثر في سير المباراة وتأثيرها على كثير من اللاعبين. تراجع الفريق الهلالي أعطى
لعيبة الشباب تدرج في المستوى، وهذا احنا ما شاهدناه. إضافة على لم يحسن التعامل في الشوط الثاني وهو شوط مدربين، كانت هناك حلول فردية من اللاعبين، شفنا الدوسري، شفنا الفرج اليوم، يعني في كذا كورة كان بإمكانه أن يحسم اللقاء، كان غايب ناصر الشمراني، ياسر لم يكن بذاك التأثير في المباراة، لكن التغييرات وقرايته للعب كانت واضحة من التغيير. يعني تخيلوا أنه في الدقيقة 80 يخرج مهاجم ويدخل لاعب وسط، ثم في الدقيقة 83 أو 87 يخرج لاعب يخرج وسط وينزل مهاجم. يعني تراها مباراة كؤوس، يعني أنت تبحث عن تعادل، تبحث عن فوز، يعني أنت مفروض تكثف الوسط، تكثف الهجوم، لكن تلعب بمحورين وتلعب بمحورين على الأطراف. يعني أنا ما أدري كيف هناك ازدواجية في أداء كثير من لعيبة الهلال اليوم في ظل تألق الشباب من البداية. الهلال مو الفريق الهلالي اللي ما يبادر، مو فريق الهلالي اللي يجلس في نص ملعبه أمام هذه الجماهير وتكون سلاح بالمفروض أنها تكون معاك تكون ضدك، في ظل استحواذ الشباب طول الشوط الأول عليه. رافينيا أعتقد من أبرز النجوم، وأنا أعتقد وجهة نظري أنه أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم، ومن أفضل الأجانب في الدوري. أقدر أقول لك رافينيا مع نيفيز مع محمد حسين، الباقي أعتقد لن ما تحسبهم ولا لدورهم في كثير من الفرق. أعتقد أن اليوم كان القلب النابض فريق الشباب، يعني كان في كل كرة تحس بخطورته، شفنا هدفه كيف لاعب كبير حتى في مناطق خطرة كيف أحسن التعامل مع مثل هذه الكرة. اليوم ما شاهدنا حسن معاد كثير، في ظل انطلاقاته الشوط الثاني حدث منها هذا الهدف اللي كانت أساساً هجمة منسقة من حسن معاذ تسبب في ضربة ركنية ورفعت وحسن التعامل فيها. لم يوفق سامي في إشراك سعود كريري اليوم، كان غايب في مجرى المباراة، لا في المراقبة لا في ترابط الفريق، وأعتقد أنه ضغط الفريق لم يعطي مساحة حتى من المحورين بأنهم يكونوا في يقومون بدورهم. يعني كان الهلال كأنه فريق ضعيف واضح من الشوط الأول. يعني فأنا أعتقد أنه لم يحسن التكتيك في مثل هذه المباراة، لم يحسن الاستعداد بعكس فريق الشباب اللي أنا أعتقد كان مصر والروح والحماس واضح بين الأجهزة في الفريق، لا إداري ولا فني ولا لاعبي. محمد، وهو شيء طبعا أول شيء المباراة، أعتقد أن مباراة الهلال والشباب أعتقد لما تجي قبل المباراة تقول 50 للهلال و50 للشباب، لأنه تعرف أعتقد أنه في لاعبين على مستوى، في لاعبين أجانب. لكن طبعا أجواء المباراة اليوم، يمكن بداية المباراة، يمكن قبل المباراة بساعتين، أعتقد أن الغبار يمكن والجو اللي قلب فجأة، أعتقد أنه هذا سبب أنه يخلي المباراة بالوضع هذا. أعتقد أنه فيه هواء شديد في الشوط الأول. المباراة أعتقد أن الهلال والشباب أعتقد أنهم لعبوا كل فريق لعب محورين اللي هو الغنام وكريري الهلال وعمر والخيبري بهذا، يعني أعتقد أنه كل فريقين، كل فريق خايف من الفريق الثاني. أعتقد كله لما تيجي أنت سالم الدوسري بالناحية اليمين، رفينيا بالناحية اليسار، أعتقد أن هذه قوة هجومية، قوة هجومية ناصر وياسر بالهلال. عندك المحياني، أعتقد أنه يمكن رغم أنه عماد خليلي يمكن أفضل من عيسى، لكن قراءة المدرب سويح أعتقد أنه يبغى اللاعب اللي يصير ما بين قلوب الدفاع ويستغل أي خطأ من أي مدافع. مباراة صراحة أعتقد أنه الشوط الأول طبعا الهوى صار مع الهلال ضد الشباب، أعتقد أن الشباب يمكن قدر أنه يطلع بالشوط الأول بأقل الخسائر، وأعتقد أنه طلع فعلا. يمكن لو نشوف استحواذ على الكورة يمكن الشباب أكثر، ولكن فرص الهلال يمكن تقريبا حدود 3 فرص يمكن حصلت للهلال، يمكن فرصتين للشباب، يمكن فرصة يعني من لا شيء، يعني تعرف حقة عيسى بالدقيقة الأولى وفي الدقيقة 46، لكن الباقي كله أعتقد أنه الشباب قاعد يسير المباراة على كيف، وأعتقد على كيف لعيبته أنه يبين هون الشوط الأول، أن تعرف أنت الهوى مع الغبار وضد اللعب، أعتقد أنه تعرف الرؤية تكون معدومة عندك، التنفس يصير عندك صعب جدا. أعتقد أن الشباب أنه قدر يطلع في الشوط الأول، وقدر يطلع بتكتيك أنه قوة الهلال
ان سالم الدوسري، سالم الدوسري للاسف انا دائما انتقد الجهاز الفني، انا لما اشوف مدافع واشوف ظهير يلعب نص ورجع ظهير، واعتقد ان الظهير هذا بدر سليطين انه ما يلعب، هذا لاعب وسط، اعتقد عندي لاعب زي سالم الدوسري، اعتقد انه من اول دقائق المباراه اني اضغط على اللاعب هذا انه اقدر اني استغله، لانه تعرف انت الظهير غير قلب الدفاع غير اللاعب الوسط، ويمكن لاول مره يمكن تقريبا له 4 أيام حسب ما فهمت، 4 أيام انهم قاعدين يجهزون للمركز هذا، اعتقد انه سامي لو ركز على بدر من بدايه المباراه، رغم انه هو من نجوم المباراه اليوم بدر، لانه اعتقد انه شاف قدر في وقت المباراه، يعني بدايه المباراه كان متخوف، كل ما تمضي الوقت كل ما تزيد ثقته بنفسه، واعتقد انه صار من نجوم المباراه. عمار سويها اعتقد انه الشوط الثاني يمكن استغل الهواء، بدا يهاجم، بدا رافينيلا هذا اللاعب اللي يمكن نجم المباراه اليوم، اللي تبغاه بالنواحي الدفاعيه تلقاه بالنواحي الهجوميه تلقاه موجود، حتى يمكن تمركزه بالهدف اعتقد انه تمركز يمكن طريقه تسجيل الهدف هذه اعتقد انها تعتبر من الاهداف اللاعبين الكبار، لكن انا اقول يمكن الاجواء اليوم ما ساعدت اللاعبين، لكن على الفريقين، ومباراه اعتقد انها متوسطه المستوى، ما هي المباراه اللي دائما نطمح الهلال والشباب انها تكون فيها فرص كثيره لا في شوط اول ولا في شوط ثاني، ما شفنا اخطاء كثيره في نص الملعب وهذا شيء طبيعي انه الكل متخوف من الثاني، لكن تفوق عمار باخر شيء، واعتقد انه وجود عماد من افضل اللاعبين، عماد خليلي من افضل اللاعبين على دكه الاحتياط، فانه هذا تكتيك مدرب، ولو خسر الشباب اعتقد انه سويح اعتقد انه صعب جدا جمهور الشباب يرحمه، لكن تكتيك ثقته بالنفس اعتقد انه دخل المباراه وعارف انه ايش يبغى في المباراه، سامي حاول، يمكن احنا عندنا البطوله الاسيويه للاسف انه يمكن ياسر وناصر ما شفناهم اليوم في المباراه، يعني صح اجتهدوا هذا، لكن المفروض انه يعطي يوسف السالم اللي هنا عندنا مباراه مهمه امام الاهلي الاماراتي انه يعطي اكثر وقت ممكن على اساس انه يجهزه اقل شيء انه لمباراه الاهلي الاماراتي، لان تعرف ناصر وياسر انه موقفين ما يقدرون يلعبون، يوسف السالم اللي يلعب، المفروض انه يعطي يوسف السالم اعتقد انه لو شوط واحد كامل، لان البطوله الاسيويه اعتقد اهم من المباراه هذه، لان انا خسران طيب. واحد طيب. لابد اني اعطي الاشياء هذه طيب. عزيز الدوسري نفس الطريقه، نواف العابد نفس الطريقه، يعني تغييرات اعتقد اسامي وليست تغييرات بالطريقه، وهذه احنا هذه المشكله اللي احنا نتكلم فنيا انه غير طريقه اللعب، ابد بطريقه وغير اللعب، انت عارف من ظروف المباراه لو تخسر ايش الطريقه اللي راح العبها وكيف اكسب، ايش نقاط القوه ونقاط الضعف في الشباب، اعتقد هذا كله جهاز فني ما وفق سامي الجابر فيها. طيب اللي قاله فهد قبل الفاصل عن موضوع الجبرين كان له اي تاثير في مباراه اليوم؟ شيء طبيعي، يعني لما تشوف التواصل الاجتماعي انه كله كلام انه الجبرين للنصر الجبرين للهلال، لكن كان وقته ما هو بوقته فعلا، يعني دفع ثمنها هذه، اعتقد انه دفع ثمنها الرايد امس ودفع ثمنها الهلال اليوم، لانه تعرف انت كلاعب في المعسكر ولا في اثناء التمرين كل كلامك ان راح للنصر راح للهلال جانا راح للنصر اشياء زي كذا يمكن ما تخليك تركز في المباراه، وهذا شيء طبيعي، يعني زي اللي يحدث في الجماهير ترى اللاعب اعتقد انه بشر ولا بد انه يشوف اللاعب وين راح، وهذا قضيه مثل ما قلت انت لك حلقتين قضيه راي عام، يعني تصادم بين الهلال والنصر اعتقد هذه لابد انه رئيس الرايد يطلع يوضح، رئيس الهلال عبد الرحمن مساعد يطلع يوضح، الامير فيصل من تركيا يطلع يوضح من اللي بادي اول، من الاشياء زي هذه اعتقد احنا ما احنا ناقصين مشاكل كثيره، الكره السعوديه السنه هذه مرت بمشاكل كثيره، لكن زي المشكله هذه وانت لك حلقتين تحاول انه يطلع المسلم، وللاسف انه طلع تصريح امس حتى انا مثلك ما فهمت، يعني احس انه يقول لك راح فاوض الهلال، اعتقد هذا ما ابو احتراف، هذه صارت فوضى هذه، والفوضى هذه اعتقد انه المسؤول عنها الاتحاد السعودي لكره القدم، انا لما يطلع رئيس نادي يقول لك انا والله اللي بيفاوض اللاعب يروح لاداره الهلال، هو لاعب ريداوي ولا اجتمعت الثلاث الاطراف ما وقع يمكن الهلال والرايد، انا استغرب من الرايد، انا مريت بالموقف هذا استغرب من الرايد ادارتين توقع من دون علم اللاعب، هذه مشكله، انا اللاعب قبل الاوراق قبل عندي الاوراق وعندي كل شيء اتصل على اللاعب اقول له تعال اذا ما جاء ما وقع ما الزم نفسي، انا ما جانا اللاعب، طيب انا جايكم الحين رئيس نادي انا جايكم
جيتكم ما 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 اللاعب ما جاء وش اسوي طيب؟ اروح اوقع اقول على ضمان ليش؟ اللاعب برضه بعد له حق ترى ما حق يمكن كل قال ما هو مخه احترافي لا زياده 4 مليون 5 مليون تفرق يا تركي اللي تنافسنا عليه انديه كبار ما هي بنادي صغير ونادي كبير نادي صاحب امكانيات وصاحب ما هو امكانيات اكيد هذا فرق لكن لما يجون الهلال والنصر والملايين اللي قاعد تندفع وتجينا زياده 4 مليون 5 مليون لا هذا تفرق البعض يقول لك والله انا بشوف كيف العب بالفريق ولا ما لا لا بيعطيها الهلال لو وقف الان هو يقول انه المفروض في بعضهم يقول المفروض للنصر انه عنده الامكانيه انه يشارك لا يروح للهلال اخاف انه يقعد احتياط والعكس صحيح لا في تناقضات كثيره رجالك الكره السعوديه الان انا اقدر العب مباراتين فقط اختار المنتخب الاول ما هو العب بالهلال او العب بالنصر لكن اللاعب من حقه انه يشوف النواحي الماديه لكن انا ما من حق اداره الراي ان اتوقع مع اداره الهلال بعدم حضور اللاعب انا من تلفون واحد اقول لك والله يا عبد العزيز انا بالمكان الفلاني ولا يجيني ولا شيء ولا حاجه واروح اوقع اوراق يا اخي اجل الاوراق هذه لما يجي اللاعب لما يحضر اللاعب انا مريت فيها هذه ترى بين الهلال والنصر يمكن كثير جابوا الناحيه هذه انا اعطيت الاوراق كلها انا اجتمعت مع اداره النصر تلعب اجتمعت مع اداره الهلال اللي قلت له اداره النصر قلت له اداره الهلال قلت اليد كلها في يد اداره نادي الطائي اداره نادي الطائي قالت رح القصر فلان الامير فلان او رح المقر النادي الفلاني وقع انا كل شيء لا تجوني ولا شيء ولا كان في مدير اعمال ولا يعني. فوضت النادي بالشيء هذا النادي يهمنا النادي انا خاذي حقي من الفريقين وانا كل تفكيري اني يا العب يا بالهلال يا بالنصر انا ابغى بطولات محليه بطولات خارجيه كلها حققتها على مستوى المنتخبات لكن باقي بطوله الداخليه كنت انا اطمح لها لكن لما انا اجي اقول الله يرحمه ويسكنه الجنه رشت مطير انت قل لي انا في الرياض قل لي تعال لي بالمكان الفلاني وجهك يجيك كذا قل لي بالمكان الفلاني لك كذا انا اخر شيء وقعت عند صاحب القناه هذه الامير الويد من طلال الله يطول بعمره خلال دقيقتين او ثلاث دقائق اعطانا اللعبيه واعطانا الطاير الليبي وقعنا وخلصنا وطلعنا بالاعلام وانتهى الموضوع لكن الوضع اللي يختفي اللاعب الان هذا ما هو احتراف هذا هذه طيب محمد حروح اسمح لي شوي بروح الفاصل وبرجع لك تتكلم ضروري ترى طيب اوكي ونروح سهرانين مع بعض فاصل وراجعين الطائي يستضيف الأهلي على ذكريات صائد الكبار وعبور الأهلي يفرض ديربي الغربية للمرة الثالثة